السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة تعلم قراءة بالفرنسية. في هذه الحصة إن شاء الله غنتعرفوا على لا لتر إكس. فهاد لا لتر دائما كتكتب على نفس الشكل ولكن عندها قراءات مختلفة. ففي بعض الأحيان كنقراوها بحال كس، يعني إكس كتقرا بحال كس. فغالبا إكس كنقراوها بكس في وسط الكلمة، فاش كتكون الانتيريور نتاع لو مو، دونك في وسط الكلمة كتقرا بكس. اكزامبل تكست، هنا اكس قرناها بكس، يعني تكست، لان اكس جاتني في وسط الكلمة. الاكزامبل الثاني تاكسي، هنا ايضا اكس في وسط الكلمة دونك قرناها بكس، دونك تاكسي. الحالة الثانية هي اكس كنقراها بحال جز. هنا غالبا فاش اكس كنقراها بحال كز كتكون قبل منها او وبعد منها او، غالبا بحال اكزامبل نتاع اكزيرسيس، تمرين اكزيرسيس. دونك هنا اكس قرناها بحال كز لان ش قبل منها او بعد منها او، اكزيرسيس. الاكزامبل الثاني اكزامبل، دونك اكس الى قبل منها او بعد منها او فكتقرا بكز. دونك فغالبا فاش اكس كتكون قبل منها او فكنقراها بكز. داكوغ. الحالة الثالثة هي إكس كنقراها بحال كا. إكزامبل إكسيبسيونيل، فهنا إكس قريتها بكا إكسيبسيونيل. الحالة الرابعة هي إكس كنقراها بحال إس، بحال إس. إكزامبل نتاع ديس، هنا فاش كتكون في آخر الكلمة، إكس كتكون في آخر الكلمة، عندي بحال ديس، بحال 60 حتى هي كتقرب اس، بحال 6، يعني غالبا غير في الارقام فاش كنقراها باس، غالبا في اكس فاش كتكون في الارقام بحال 10، بحال 6، 60 ايتترا، بحال 17. دونك كيف قلت اكس كنقراها باس غالبا في الارقام والاعداد، يعني بحال 10 6 60 17 ايتترا. دونك الحاله الرابعه هي اكس كنقراها بحال زد، اكس كنقراها بحال زد. بحال ليكزامبل نتاع دوزيام، بحال مثلا دوزيام، بحال سيزيام، يعني هادو فاش كنقرا اكس بحال زد، دونك غالبا كتكون دوزيام سيزيام ايتترا. الحاله الاخيره هي اكس ما كنقراهاش، كاينه ولكن ما كتنطقش، دونك ما كنسمعهاش في الكلمه ولكن كتكتب، بحال ليكزامبل نتاع فيو. فدائما اكس فاش كتكون في اخر الكلمه وكيكون قبل منها او فما كنطقوش اكس، دائما اكس قبل منها او ما كنطقوش اكس، بحال فيو. ايضا دو، هنا ايضا دو ما نطقناش اكس لانه قبل منها او، واكس ما كنطقوهاش نهائيا في البلوريال. مثلا عندي ان باتو وفي البلوريال هو دي باتو، دي باتو كتكتب اكس في لافا ما كنطقوش اكس لانها نتاع البلوريال. داكوغ. وبصفة عامة إكس كتكون قبل منها أو ما كنطقوهاش، بحال فيو، دو، إتسيتيرا. الآن غنشوفو دي زيكزامبل أو أمثلة على هاد الحالات الخمس نتاع لا لتر إكس، يعني القراءات المختلفة لا لتر إكس. بالنسبة للكلمة الأولى عندي إكزوتيك، فهنا إكس قريتها بكز، دونك إكزوتيك لأنو قبل منها أو، فهنا قبل منها او ومورها فويل سواء او سواء ا سواء او فكتقرا بكز، اكزوتيك. ليكزامبل الثاني 17، فهنا قلنا بحال 10 6 17، دونك هاد الاعداد بصفه عامه فاش كتكون اكس في الاخر كنقراوها باس، 17 17. داكوغ. دونك اكس فاش كتكون مع 10 ولا 6 ولا 17 فكتقرا باس. ليكزامبل الثالث اكزيرسيس، فهنا ايضا اكس قريتها بكز، كز لانه قبل منها او بعد منها او، دونك قريناها بكز. وقلنا غالبا فاش كتكون اكس قبل منها او وبعد منها او فكنقراوها بكز، اكزيرسيس. اكزاما، هنا ايضا اكس جات ما بين دو فويل اللي هما او و ا، دونك قريناها بكز، اكزاما. اكزاما. اوغو، اوغو، فهنا قلنا الا كان اكس في اخر الكلمه وقبل منه او فما كنطقوش، دونك اوغو ما نطقناش اكس لانه قبل منها او، ولانها ايضا جات في اخر الكلمه دونك اوغو ما كنقراوش اكس.
بوكسور بوكسور دونك هنا اكس جات في وسط الكلمه دونك قرناها بكس بوكسور ما قبلش منها او قرناها بكس دونك بوكسور بوكسور قرات هنا بكس بوكسور. سيس سيس فقلنا الاعداد بحال ديس سيس ديسات فاش كتكون اكس في اخر الكلمه كتقرا بس دونك سيس سيس. لي شوفو لي شوفو دونك هذا بلوريال لانه كاينه لي و اكس نتاع البلوريال دونك ما كنطقوهاش فقلنا دائما لي نون بلوريال ما كنطقوش فيهم اكس وايضا لان قبل منها او داكوغ داكوغ. فنتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم. فكيف قلت اكس كنقراها سوا بكس اذا كانت في وسط الكلمه سوا كنقراها بكز اذا كان قبل منها او وبعد منها فويل فغالبا كتقرا بكز فكتقرا باس الا كانت في الاعداد بحال 6 10 17 60 ايتترا كنقراها بزيد بحال دوزيام سيزيام فكتقرا بزيد. وبالنسبه لاكس ما كنقراهاش الا كانت في اخر الكلمه وقبل منها او او جات في البلوريال دونك فاش كيكون شي نون بلوريال كينتهي باكس فما فما كنقراوهاش دونك اكس في الاخر نتاع البلوريال ما كنقراهاش وما كتنطقش. فنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس نتاع اليوم. فاليوم درت لكم درس خفيف ظريف هكا يعني على السريع فتعرفنا فيه لا لا ليتر اكس. نتمنى يكون كلشي واضح لكم ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.